بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. وقلنا إن هذه الآية تعرضت لكلمة البعث لموسى ولهارون، وقلنا إن البعث لموسى وهارون أخذ مراحل. الأصل فيها أن الله قال لموسى: وأنا اخترتك، اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم سأل موسى ربه أن يشد عضده بأخيه، قال له: أوتيت سؤلك يا موسى. بعد ذلك قال الحق: اذهب أنت وأخوك. وبعد ذلك قال: اذهبا إلى فرعون. يبقى هذه المراحل. هنا في الأول كانت الأصالة لموسى، وبعد ذلك بسؤال موسى ضم الله إلى موسى هارون فأصبح رسول أيضا. لكن الأصالة لمين؟ الأصالة لمين؟ بدليل أن إلقاء الآيات كلها كانت بيد موسى. هنا حينما يكون موسى هو الرسول وينضم إليه هارون، بقى رسول ولا مش رسول؟ إن ولذلك هنا أقول إنا رسول ربك، يعني موسى رسول وإيه وهارون إنا رسول ربك. رسول يعني إيه؟ اتنين. لكن في آية تانية في سورة الشعراء إنا رسول ربك، يبقى في آية إنا رسولا يعني رسولين، في الآية الثانية بيقول إيه؟ إنا رسول مفرد. أما قال لك لأن مش كل واحد جاي برسالة، ده الاثنين جايين برسالة واحدة، فكأن الرسول مش واحد، ده هما اثنين، إنما الرسالة ما تعددتش. وإن تعدد المرسل، تعدد المرسل اللي هو موسى وهارون، إنما برسالة فلما يجي وفد كده يروح لأي حتى يقول لهم إحنا رسول الملك الفلاني، إحنا رسول الملك، أو تقول إحنا إحنا رسل الملك. لكن كل الأمر البارز في إلقاء الآيات كان لمين؟ كان لموسى. فعلشان نفهم إن هارون أصبحت له أصالة رسالية يوم الرسول ليه؟ أما قال لك لأن فرعون ده رسل، يمكن يجي يتكلم كلمة هارون ولا حاجة، ما هو بيشد عضده بأخيه ولا حاجة، يمكن يجي يقول له أنت ما دخلك أنت اسم، فيبقى واخد إنه هو جاي إنه هو جاي رسول. فإن رددته تكون كما رددت موسى نفسه. علشان بقى نسك الباب على من يريد أن يتورك على القرآن، يعني يقول لك مرة يقول لك رسولة، ومرة يقول لك رسول، ومرة يقول مش عارف إيه. إلى فرعون وملئه. الملأ هم أشراف القوم ووجوهه وأعيانه والمقربين لصاحب السيادة العليا، دول اسمهم الايه؟ الاسم ده جاي لوصف قال لك لانهم هم الذين يملؤون العيون. ده يقول لك ده فلان وده فلان، ده يملى عيني، معناه يملى عيني يعني ما يملاش عيني، يعني ايه؟ العين تتقحمه كده. انما يقول لك ده فلان ملء العين، وانا ملء العين يعني ايه؟ يعني ان العين إذا اتجهت إلى النظر إليه لا تجد فراغا لتنظر إلى سواه، هو ده ملء العين. ولذلك يقول لك ولكن ملء عين حبيبها،
ساعة الحبيبة هو ده اللي ملء الايه؟ يقول لك فلان قيد الأبصار. معنى قيد الأبصار يعني لما يكون موجود كل الأبصار ايه؟ تروح تتجه إليه، لا يجد البصر فراغا ليشغل نفسه بغيره. يبقى ملأ يعني ايه؟ الملأ هم الأشراف الذين يملؤون العين مهابة وإجلالا، وبحيث إذا جم لما يكون موكب رئيس من الرؤساء مثلا جاي وويه ألف واحد تبع، العينين بتبقى عند مين؟ عند ده بس، ما تشوفش غير. اسمه ملء الايه؟ ملء العين. عشان تعرفوا ان اللغة العامية ساعة ما تتكلم بتتكلم بلغة الفطرة المؤدية للمعاني المجمع عليها. يقول لك فلان ده ملو العين، هو في حد زي العين تشوف اللي هو الله يعني بعنان. طيب وليه كلمة إلى فرعون وملئه؟ قال لك لأنه هو ما بقاش فرعون إلا بالملأ، هم اللي عملوا فرعون مش كده؟ هم اللي عملوه ايه؟ اللي عملوه. وإلا فرعون ده هيعمل بنفسه؟ لا، امال همان بيعمل ايه والتاني بيعمل ايه والتالت بيعمل ايه؟ ضروري كده لازم هيكون لكل فرعون ايه؟ لكل فرعون ملأ، والملأ هم اللي بيعملوا مين؟ هم اللي بيعملوا الايه الفرعون. مش قال لك مين اللي فرعنك؟ مش المثل الفلاحي ايه قالوا الفرعون ايه اللي فرعنك؟ قال ما لقيتش حد يردني، انما لو كان واحد سبخني قلمين كده وقال لي يعني كانت انتهت المسألة ولا حاجة ولا حصل حاجة مني ولا ابدا. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. بالآيات تبقى الآيات هنا مين بقى؟ المعجزات الدالة على الإيه؟ على صدق الإيه؟ النبوة. وإن كان في المنهج ما يلفت إلى الآيات التي إيه؟ تثبت وجود الخالق الأعلى. فاستكبروا. استكبر قال لك إيه؟ استكبر طلب الكبر، زي استخرج طلب الايه؟ الاخراج. استفهم يعني ايه؟ فلان استفهم طلب الفهم. طب استكبر يعني ايه؟ طلب الكبر، كان مقوماته ما تديش كبر، مقوماته إيه؟ ما تديش كبر، يوم يفتعل انه يبقى ايه؟ انه كبير. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ليه؟ لأن الإجرام حين يتعدى إلى النفس ده شر أنواع الإجرام. الإجرام من المعقول أن يتعدى إجرامك على عدوك، إنما تيجي إجرامك يبقى على نفسك ده إجرام بقى ملوش. يعني دوك يمكن له مندوحة بتجرم على واحد علشان تحقق لنفسك حاجة، إنما تيجي تجرم على نفسك أنت وتودي نفسك في جهنم ومخلد وخالد وملعون وبعذاب عظيم وبعذاب مهين، تبقى ده ايه؟ ده اجرام ايه ده؟ اجرام الله. فلما جاءهم الحق من عندنا، فلما جاءهم الحق، الحق جه على لسان الرسل، بس لازم حين تستقبل من الرسول رسالة الحق فافهم انها ليست ذاتية منه، بل هو جاي بها منين؟ يبقى المتأبي على الرسول لا يتأبى على مساو له، لأن الرسول ده مبلغ، وما دام مبلغ تبقى تشوف مين اللي بعته، وما دام تشوف مين اللي بعته كان يجب انك انت تعرف قدرك، وان ده ما يجيش منه الا الايه؟ الا الحق. ليه؟ قال لك لأن كل شيء موجود موضوع بالحق. سماء مخلوقة بالحق، أرض مخلوقة بالحق، مطر بينزل بحق، شمس بتجري بحق، كل شيء ثابت بقوانين ثابتة. قوانين ثابتة دي للكلية اللي انت مش طايلها، لو كنت انت طايل القوانين دي كنت تفسدها، بدليل أن الفساد كما قلنا إنما يتأتى مما لك فيه دخل، إنما اللي مالكش فيه دخل ما شاء الله أو. يبقى ده دليل على إيه؟ على أن الفساد إنما جاء من ناحية اختيارك للبدائل، والشيء الذي لا تتناوله يدك لتضع يدك فيه ماشي مستقيم. ولذلك يقول لك الحق إن أردتم أن تستقيم حياتكم استقامة الكائنات العليا التي لا دخل لكم فيها
فزي ما هي موضوعة بميزان امشوا انتوا رقلين بالميزان، والسماء رفعها ألا تطغوا في الميزان. إن كنتوا عايزين أموركم تتعدل أهو الكون أهو اللي مالكش فيه إرادة. طب وأمنع إرادتي إزاي وأنت مخلوقة؟ ما دام لك إرادة مخلوقة شوف اللي خلقها سيرها لفين، قال لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل إيه؟ واعمل كذا. فلما جاءهم الحق من عندنا، شوف كلمة وجاء الحق بتلفتني اللي جه بالحق مين؟ الرسل. كأن الزوات لا دخل لها في الموضوع. اوعى تهاجم رسالة حق جاية من واحد كده انت ما بتحبوش، لا ناقش الحق في ذاته، مالكش دعوة بمين اللي جاي. ولذلك هم الجماعة اللي كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مش قالوا ايه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ إذن ادخلوا النازل عليه القرآن في الحكم، مع أن الأصول أن تنظروا للإيه؟ للقرآن في ذاته، مش جاي لك به منين؟ خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت. مش تنظر لواحد بيت أنت بتكرهه تقول لك لا ما لا، شوف هو جايب بإيه؟ شوف جايب إيه؟ جايب حق، يبقى على العين والرأس وبلاش الإيه؟ لأن أنت هتضيع على نفسك، قبل أن تضيع على الغير ستضيعه على إيه؟ على نفسك. وما دام كلمة الحق، الحق ده شيء ثابت. وإن ظهر في بعض الأحيان إن الحق يعني انطمس شوية، لا ده يريد الله بإن الحق ينطمس شوية ويدار كده والبطل يتغلب شوية عليه. ليه؟ ليه؟ ده عشان البطل لما يتغلب شوية تشوف المفاسد، لما تشوف المفاسد تبقى أنت اللي تجعر تقول ياهو عايزين الحق. طب لو ما كانش مفاسد الباطل أتتعصبوا الناس للحق؟ ده الناس ما بتتعصبش للحق الا ما حينما ايه يعضها الباطل. يبقى لو زل الحق كده يبقى فاتر، انما نقول طب نسيب الباطل كده يشوفه يعمل ايه، يقوم يعمل المسائل المتعبه، نقول يا سلام بقى الحق هو اللي بيخلصنا من ده، يقوم نتمسك بمين؟ نتمسك بالايه؟ بالحق. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، فسالت اوديه ساعة المية ما تنزل من السماء على الجبال كل وادي ياخد مية على قد ايه؟ على قد قدر. فسالت أودية ايه؟ بقدرها، خلاص مما ينفع الناس والايه؟ والدواب كل ده، وناس تشرب وأرض مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، لكن ايه؟ والسيل نازل من على الجبال بيكنس الايه؟ الغساء القش والوساخة والبتاع وحاجات. ولذلك أول ما يجي مية تلتفت تلاقي قدامها إيه؟ مكسوحات الأشياء. مكسوحات الأشياء دي تفضل إيه؟ طافية على الله. فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار إيه؟ برضو زبد مثله، ساعة ما تحط الحديد في النار يوم يطشطش يطشطش. معنى الطشطشة دي إيه؟ بتخرج منه الفقاقيع الخبث. وبعدين بعد ما تخرج منه فقاقيع الخبث يفضل الايه؟ الصلب اللي على ايه؟ اللي اصل بقى السيل بينزل يحمي الغساء. لكن هل الغساء ده يفضل ايه؟ اما الزبد فيذهب جفاء. تلتفت تلاقي بعد مده جه على الجنب كده شويه قذرات ومش عارف ايه، واللي يروح البحار مثلا اللي واسعه يقوم يشوف الموج عمال بايه؟ بيجيب حاجات وسخه، يرموا مثلا في البواخر وساخه، يرموا ما مش عارف ايه، يقوم يفضل الموج يعمل ايه؟ ينطر فيه ينطر فيه لحد ما تلاقيه ايه؟ نطر. اما الزبد فيذهب ايه؟ جفاء. واما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله الايه؟ الحق والباطل. الحق كده والباطل كده. يبقى اذا حق سبحانه وتعالى يترك للباطل مجال، ان الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فاذا لم يغاروا عليه غار هو عليه، هو بعدين ايه غير عليه فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا، لازم كده هيقولوا ايه؟ طبعا ان هذا لسحر مبين. ان هذا ما اصلهم عندهم حكايه السحر دي مشهوره، ها فبدهم حاجه يلصموا فيها المعجزه، يلصقوا لهم انتوا مش بتشوفوا السحرة بيعملوا ايه وبيغيروا ومش عارف ده من الايه؟ ان هذا لسحر مبين. قال موسى
أتقولون للحق لما جاءكم؟ هذا المقالة، يعني المقالة اللي انت بتقولوها، انتم بتقولوا ان هذا لسحر مبين. موسى بيرد عليه بقول أتقولون للحق لما جاءكم، أي هذه المقالة هو ده سحر؟ هذا سحر بالله، ده سحر. ناس بقى من اللي بيتوركون على القرآن يقول لك ايه، كيف يأتي القرآن ليؤكد أنهم قالوا إن هذا لسحر مبين، وبعدين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ فهم إن أسحر هذا من كلام مين؟ من كلامهم. وما دام يبقى من كلامهم بيستفهموا هو ده سحر ولا مش سحر، مع أنهم حكموا أولا أنه إيه؟ إن هو سحر. نقول له لا يا حبيبي، دي مقولة مش مقوله، هذا مقول موسى. كأن موسى لما هم قالوا إن هذا لسحر مبين، أم موسى قال لهم بقى تقولوا هذه القولة للحق لما جاءكم، أنا حارضة ذمتكم، أهذا سحر؟ هذا سحر بذمتكم؟ يبقى هذا سحر من مقول مين؟ من مقول إيه؟ من مقول موسى. والاستفهام هنا إنكاري. طب وما دام استفهام إنكاري يبقى إيه جاي بتقول أسلوب الاستفهام ليه؟ أم قال لك لأنك إذا أردت أن تؤكد شيئا يصح أن تأتي بجملة خبرية منك، يقول إيه؟ ليس هذا بسحر. خلاص يبقى إيه؟ هم قالوا إن هذا لسحر مبين، يقول إيه؟ ليس هذا بسحر. مش كلام من جهته، إنما دي يبقى كلام من مين؟ كلام من موسى، عرض أن يكون خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. لكن إن أردت بقى تقويه تقول له يا شيخ أنا راضي ذمتك، أنا حسألك أنت السؤال ده، دي سحر؟ كأنك واثق أنه سيتلجلج في الجواب ويقول ده مش سحر. لو لم تكن واثقا أنه يتلجلج في الجواب ويقول القضية الحقيقية التي تريدها لما قلت هذا، لما فوضته. زي ما تروح تشتري مثلا قماش ويقول لك ده بقى صوف 100%، تقوم تمسك انت فتلة ولا بتاع وتجيب عود كبريت كده وتعمل معلم وتقول بقى ده صوف يا راجل. معنى بتسأله تقول له بقى ده صوف يا راجل، يعني معناها انك واثق انه ان اراد الجواب فلن يجد جوابا يقول له لا معلش ما الصوف لا مؤخر. يبقى اذا طرحت الامر على الاستفهام الانكاري يبقى ابلغ من ان تقول ايه على انه خبر. الخبر يكون كلام من عندك، انما على انه اسلوب الاستفهام الكلام من عند مين؟ من عند الخاصر. إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم؟ كلمة الحق لما جاءكم مش جئناكم به، إذن ده معناها أنك أنت تنظر إلى ما جاء اللي هو الحق بس، ما تنظرش إلى اللي جه به مين، انظر شوفه هو الحق ولا مش الحق، ما تدخلش اللي جاب ولا في مش هم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فإيه أمطر علينا حجارة؟ بالله ده منطق عقلاء بقى يقولوا إن كان ده الحق من عندك يا رب موتنا بقى. طب إن كان ده الحق من عندك يهدينا له، مش ده الكلام المعقول ولا إيه؟ كلام مجانين ده ولا مش مجانين؟ كلام مجانين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ كلام مستأنف. ولا يفلح الساحرون. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ طب ده كان سحر ما نفلحش، إنما إحنا فلحنا والعصا بتاعتنا لقفت إيه؟ عصيكم. إيه الشبهة بقى في إن ده سحر ومش سحر ولا مش سحر؟ أم قال لك إحنا قلنا زمان أن الآية التي يأتي بها الله على يد رسول من الرسل ليثبت صدقه في البلاغ عن الله لا بد أن تكون من جنس ما اشتغل به القوم. إذا كان القوم ما بيشتغلوش بحاجة نقوم نجيب معجزة من حاجة ما يعرفوهاش؟ لا، نجيب معجزة من حاجة يعرفوها، لأن لو جاب المعجزة من شيء لا يعرفونه ولا يألفون العمل فيه يقول لك والله لو ارتضنا على هذه العملية كنا جبنا وعملنا. تيجي تتحدى واحد مش مهندس تقول له تستطيع أن تبني مثل هذه العمارة؟ يقول لك أنا لو تعلمت الهندسة كنت أجيب. إنما تتحدى مهندس ها تقول له دي انت مهندس هو واخد الدكتوراه في الهندسه تقدر مثلا تعمل العماره دي؟ تبقى لازم تتحدى في امر له به ايه؟ له به المال وله عليه دربه حتى ان انتصارك عليه يكون له شرف الانتصار، انما تنتصر على واحد ملوش المام بحاجه ما تنفع، دي ما تنفعش.
كلمة ولا يفلح الساحرون. احنا قلنا ان الفلاح هو الوصول الى الثمرة تأتي بعد مجهود، ومنه الفلاح اللي بيفلح الارض يحرط ويبدر ويروي وبعدين ياخد الايه، ومنه فلح الحديد اي شقه، لان الحديد ككتل او كقطع كده ما ينفعش الا اذا شكل التشكيل المناسب، المناسب للايه، للاستعمال. وليه لا يفلح الساحرون؟ ام قال لك لان السحر لون من التخيل، مش حقيقه، مش ايه حقيقه. الله سبحانه وتعالى حينما اراد ان يلفتنا الى هذه قال لك ايه، سحروا اعين الناس، سحروا وقال يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. يبقى السحر اللي هو اسمه سحر تخيل فقط، ما بيجيش ناحيه الحقيقه. والا فما الذي جعل سحره فرعون؟ اولا ارتقاءات في السحر، قال لهم هاتوا كل ساحر، قالوا له ده احنا هنجيب لك مش ساحر، احنا هنجيب لك السحار. السحار يعني اللي شغلته الايه، هو عايز ساحر، حتى اللي عنده المام ببعض السحر هاتورا. اذا بده يعمل ايه؟ تعبئه عامه للسحر. فقالوا له ده احنا هنجيب لك السحار، يقول لك ما هو لما يجيب الساحر يبقى يجيب السحار من باب اولى ولا لا؟ يبقى يجيب السحار من باب اولى. طيب مشهورين هم بالسحر، السحر ده قلنا ان هو تخيل. ليه؟ أم قال لك بدليل أن السحرة الذين جمعوا لما جم معهم حبالهم وعصيهم، وبعدين ألقوا الحبال والعصي وموسى رمى الإيه؟ العصا، قامت العصا حصلت منها تلقف مين؟ ما صنع، خروا مين؟ سجدا. الله، ليه خروا؟ طب ليه ما نقولش ان هو برضه من نوع السحر، بس موسى معلم عنكم، يعني انتوا لسه مثلا انتوا في واحد احسن منكم احدق في السحر. قال لك لا، ازاي؟ قال لك لان احنا بنسحر ونرى الاشياء على حقيقتها، اكن الساحر يخيل للناظر ان دي كذا، انما هو نفسه شايفها على حقيقتها. فلما رموا حبالهم شايفينها حبال هم، الغير يشوف انها ايه. لما رمى موسى العصا السحره ما شافوهاش عصا، شافوها ايه؟ شافوها حي. قال لك ده مش شغلتنا، دي حاجه ثانيه خالص. الله، ولذلك لما القي السحره سجدا قالوا امنا مين؟ امنا. طب ده موسى هو اللي قدامكم، ما كنتوا امنوا بسحر موسى؟ قال امنا بموسى وهارون ولا ما. ده رب موسى، لان دي مش شغله موسى، لا مش ممكن موسى يعمل الحكايه دي ابدا. ليه؟ لان دي قلب الحقيقه، قلب الايه. وهذا هو السبب في ان الله حينما اراد ان يلقي التجربه على موسى في اول البعث وقال له ما تلك بيمينك ايه، قال له عصاي، قال له القها يا موسى. هو موسى قال له على الحكايه بتاعت العصا ان هو يعني بيعملها علشان ايه، أتوكأ عليها وأهش بها على غنم، أنزل ورق الشجر يأكلوه الغنم، يعني يضرب الشجرة كده فتنزل وراها الغنم إيه، أهش بها على غنم، ولي فيها مآرب أخرى أجمل إجمال. إنما هو كان فصل ولا ما فصلش؟ طب ما هو فصل، بيقول له ما تلك بيمينك يا موسى. طب لما يقول له ما تلك بيمينك يا موسى كان الجواب يبقى إيه؟ العصا بس، حتى مش قال له عصاك ولا عصا أنت صحيتها ولا لا، ايه اللي في ايدك كان يقول ايه، مش عصايا، لا يقول عصا بس، مش ده الجواب. الله، لكن موسى اللي جات له فرصه ان يخاطب ربنا ويكلمه عايز يضيق فرصه الخطاب ولا يوسع شويه على نفسه؟ ده بيطيل امد الانس بالله، مش قال عصا وسكت ولا عصايا ولا هي. طب وهي دي لازمتها يا سيدنا يا موسى بقى؟ دي بقى انت عايز تطول الله يكلموا ربنا بقى، هي عصاي. طب كفايه بقى عصايا الياء زايده ملهاش لازم، وهي جت زياده برضه، تقوم تقول اتوكأ عليها، وقال لك انت بتعمل بقى ايه؟
اتوكأ عليها واهش بها على غنم. وبعدين هو من نفسه لا ايه زودها شوية. قال له ولي فيها مآرب اخرى بقى، مش انا مش عايز يعني الادب بقى. الاول ادركته شهوة الانس بالله، وبعدين المرة الثانية ادركه الادب مع الله. ففي الاول قال كده وفي الثاني قال ايه قال كده. قال له القها يا موسى. قال له هذا مدى علمك يا موسى بعصاك، ولكن شوف علمني بها بقى والشغل. القها يا موسى فالقاها فاذا هي. كل موسى خاف منه، ده دليل على انها بقت حيه. فلو كانت من جنس السحر كان يبقى ايه اللي ربنا بده يعلمه الموسى، كان تفضل عصايا ولا لا؟ ام اوجس في نفسه خيفه، يبقى اتغيرت الحقيقه. يبقى اذا الفرق بين معجزه موسى وسحره فرعون ان سحره فرعون سحروا اعين الناس وخيل اليهم من سحرهم انها ايه انها تسعى، لكن موسى فيه قلب للحقيقه، قلب. والعصا اصلها فرع شجر. طب من الممكن انه كان ينقل العصايا لشيء قريب منها، وهي بعد ما كانت عصا ناشفه يعملها ايه شجره ويطلع فيها ورق كده وثمر؟ قال لك لا، ده نقلها الى المرتبه الاعلى، المرتبه الحيوانيه. ما هي بقى الجماد دلوقتي، يوم مش ينقلها للنبات، ينقلها لمين؟ ينقلها للايه للحيوانيه. قالوا اجئتنا لتلفتنا. شوف بقى الفرق بين العبارتين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم؟ نسب المجيء لمين؟ للحق شخص لا، لكن هم عملوا ايه؟ قالوا أجئتنا يبقى الذات هنا بقى. الذات هناك ما بينظرش لمين؟ ما بينظرش للذات، بينظر للموضوع نفسه، ليش دعوة بالذات. إنما هنا نظروا لمين؟ انت للذات. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. الله، أجئتنا لتلفتنا إلى لقاء آخر إن شاء الله.